ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقرتنا. في فقرتنا التانية هنتكلم فيها عن ازاي نحافظ على سلامة وصحة العيون، وهي السلوكيات الخاطئة اللي ممكن تأثر على صحة عيوننا. ده هنعرفه بالدكتور مشرفنا في الاستوديو، دكتور حازم عبد الحميد، استاذ مساعد طب وجراحة العيون، كلية طب القاهرة. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفتنا. شرف بحضرتك دكتور. ازاي نحافظ على صحة وسلامة العين؟ الحفاظ على صحة وسلامة العين بسيط جدا، حاجات سهلة قوي ممكن نعملها، كل واحد يقدر يعملها. زي مثلا ربنا قال نغسل وشنا 5-6 مرات في اليوم بالمية، ممكن بمية وصابون أو غيره. دي من أبسط الحاجات اللي بتعمل وقاية لأمراض الالتهابات بتاعة الصيف بنسبة فوق 70%. يعني اللي بيصلوا وشهم تفرق يا دكتور، مية ساقعة أو مية دافية؟ مية عادية خالص، مية الحنفير عادية جدا. يفضل بمزيل أو صابون، أو يفضل مرة في ال5-6 مرات في اليوم تتنظف الوش بصابون مرة أو اتنين. ده أفضل من إن تبقى مية بس كل المرات. ده بيزيل طبقات الدهون اللي بتتراكم على حرف الجفون. الجفون كلها بتفرز كمية من الدهون، الجلد حوالين العين كله بيفرز كمية جامدة جدا من الدهون طول اليوم. حرف العين ومن الداخل فيه غدد دهنية، دي بتعمل صيد أو ترابنج للميكروبات اللي موجودة في الهواء والتراب مع التلوث الجوي، بتؤدي إلى التهابات الميكروبية اللي هي بتمثل 70% أو أكتر من أمراض العيون، التهابات الجفون والتهابات الملتحمة، التهابات الميكروبية في الملتحمة، التهابات جذور الرموش، التهابات الجلد، الأكياس الدهنية. كل الكلام ده بيؤدي إلى وقاية كاملة من الالتهابات دي. يبقى إذن دي حاجة بسيطة جدا، نقدر نغسل وشنا 5 أو 6 مرات يوميا، ده هيعمل وقاية كبيرة جدا من أمراض الجفون كلها وأمراض العيون اللي بتمثل أكتر أمراض العيون. ده بنتكلم دي على حاجة مبدئية بسيطة قوي. في بقى حاجات كتير جدا لو إحنا في البيت كلنا نقدر ننصح بيها أولادنا، في طرق المذاكرة، طرق القعدة، طرق الإضاءة، نظام التلفزيون، المسافة بين التلفزيون والقعدة مع الأولاد. خلينا نقولهم بالتدريج دكتور. الإضاءة مهمة جدا وخاصة خاصة وقت المذاكرة، أو حتى لو إحنا قاعدين في مكان ما فيهوش مذاكرة، لأن الإضاءة مهمة جدا لصحة العين. إيه هي نوعية الإضاءة، وإزاي نقدر يعني الإضاءة لازم تبقى مباشرة على الكتاب نفسه؟ لون الكتاب بيختلف، بيأثر على لون العين. لون الكتاب بيختلف، الإضاءة طريقتها بتبقى المباشرة أو غير مباشرة بتأثر كتير. أهم حاجة في الإضاءة لصحة العين، الطفل أو الولد أو الشاب اللي كلنا عندنا أولاد في مراحل الدراسة المختلفة بيقعد يذاكر فترة طويلة، الفترة الطويلة تفرق معانا. لو الإضاءة غلط فترة قصيرة ممكن تفرقش كتير مع العين. العين بتبذل مجهود كبير جدا في الرؤية بتاعه الحاجه، في الاضاءه الواحده للسلبي والايجابي. ازاي؟ ربنا خالق العين، لما انا بيجي لي مجموعه اضواء بتخش العين في كذا حاجه، انا ببص لنقطه واحده، انا ببص لحضرتك قدامي في ضوء جاي من كل الاتجاهات. الضوء اللي جاي من كل الاتجاهات ده العين بتبذل فيه مجهود عشان تلغيه، لانها بتبذل مجهود في السلب يبقى ايه ده سلبي، وبتبذل مجهود تاني في الايجابي. ابص يعني قدامي، يعني العين بتبقى مركزه على النقطه الواحده اللي احنا مركزه فيها. يبقى التركيز ده ايجابي، ولو في سلبيات حوالين الايجابي بتبقى عامله مجهود مضاعف للايجابي. يبقى العين بتبذل مجهود قد 4 أو 5 مرات من المجهود لو ما فيش السلبي اللي حواليه. يبقى انا لما اجي احط له الكتاب، احط الاضاءه علويه والكتاب متوازي مع الوش، والاضاءه العلويه يا اما ورا راسه. لما اجي انا عندي، ودي سهله جدا، انا عندي مكتب بحطه للطفل عندي او للولد او للبنت يذاكر فيه. لما اجي احط له المكتب، ما احطش الكشاف اللي في الاوضه او اللمبه اللي في الاوضه في النص، واجي انا احط المكتب الناحيه دي واحط له الكرسي الناحيه دي واخلي اللمبه في وشه والكتاب قدامه. الحاله دي يبقى عينه ضارب فيها النور طول الوقت، يبقى العين مطلوب منها تلغي نور اللمبه وتاخد نور الكتاب، تبذل مجهود، يبقى تبذل مجهود مضاعف. بينما لو حطيت الكتاب الناحيه الثانيه، خليت الاضاءه جايه من خلفه من وراه، قدامه مفيش ضوء مباشر جاي، يبقى هو الكتاب بيترفع سنه كده، الضوء يجي فيه من الخلف، يبقى المجهود هو موحد بس مجهود من الكتاب. يبقى نفسه افضل اضاءه مع المذاكره، يا اضاءه علويه فوق الكتاب، يا اضاءه خلفيه من خلف اللي قاعد. دي افضل كتير جدا من الاضاءه انها تبقى اماميه. حتى لو حد قاعد في المكتب يا دكتور، يفضل ان هو الاضاءه تبقى اتجاهها ازاي؟ يعني معظم المكاتب الحديثه كان زمان بنحط كشاف صغير زي الاباجوره كده على المكتب، والكشاف ده الاباجوره دي بتدي مباشر في النور وبتدي، بس للاسف هي بتخش في مجال الابصار في الفيلد بتاع العين. يعني الفانوس قدامي كده وضارب في الورقه اللي قدامي، الفانوس نفسه داخل قدامي في المجال الكبير بتاع العين. العين بتجيب مجالات واسعه جدا حواليها. لا، الافضل بقى في المكاتب الحديثه تلاقي الاباجوره طالعه من الارض او من المكتب وعاليه قوي فوق راس اللي قاعد على الايه على المكتب. بتبقى ليها كيرف كبير وتبقى طويله، ليها عصايه طويله قوي، وتدي اضاءه علويه فوق الراس على طول. لو طلعت فوق الراس
خرجت من بره مجال العين، تبتدي الاضاءه تبقى اريح كتير، وطريقه القرايه تبقى على فترات طويله بدون مجهود للعين. يعني المهم الاضاءه ما تكونش موجهه للعين بالظبط، اه بتبقى موجهه يا اما من فوق الراس او من خلف بالظبط، يبقى مطلوب من العين. من الورقه عامله زي المرايه، بينزل عليها الضوء، تعكس الضوء بالصوره وتيجي للعين، العين تقراها. يبقى مطلوب ان انا للعين اخد الاضاءه اللي جايه من الورقه بس، الكتاب بس اللي بيذاكره الولد او البنت بس هياخد الضوء اللي طالع اللي صادر من الكتاب. الكتاب اللون الابيض اكتر انعكاسا للضوء. انا لما احط اوضه ورقها ابيض، الكتاب لونه ابيض بيبذل العين بتبذل مجهود اكتر، اقل. ليه بقى؟ لان الكلام بيبقى اسود جوه الابيض، هنا التفريق في الكلام وطريقه القرايه اقل بكتير. لما انا ابذل مجهود في قرايه بين الاسود مع النبيتي او البامبي او الاحمر او الازرق او الدرجه الابيض، العين بتشتغل نظام اون اوف، ابيض اسود ابيض اسود، فيها سيستم الوان ده لوحده. يبقى انا بشغل سيستم الالوان كله، وده سيستم كبير، ده بيبذل مجهود اكبر في خلايا مخصصه في العين لقرايه الالوان والتعرف عليها. اذا انا بشتغلش رمادي، العين فيها رؤيه رماديه، رؤيه درجات الابيض والاسود، الاضاءه او الضلمه، دي تفرقها، وفيها سيستم كامل للالوان بيشتغلوا سيستم مع بعض. لما انا امشي ابيض واسود في القرايه، اذا انا بشغل السيستم المبدئي اللي هو سهل جدا على العين. لما بدخل الوان، كتابه بلون والارضيه بلون تاني، اذا انا بالزبط. سيستم الالوان، خلايا الالوان كلها شغاله طول الوقت، يعني مجهود اكتر على العين، مجهود اعلى للعين. يبقى احنا كده، يبقى الافضل ورق ابيض. بعد كده نقول الابيض اكثر عكسا للضوء، اللون الاسود لو ستار سودا بتمص الضوء اضاءه، ستار بيضه او الورق ابيض يعكس الاضاءه. اذا هيعكس اكبر قدر من الضوء اللي جاي اصلا. الاضاءه دي مش جايه مباشره من الكتاب، دي جايه من الفانوس اللي فوق الكتاب. يبقى هنا اللمضه فوق الكتاب، الكتاب هيعكس اكتر ضوء للعين جوه الكتابه السوداء. اذا على اقل اضاءه يبقى العين مريحه. ده في الابيض، في اللون الابيض بس. حضرتك كنت بتقول حتى لو الاوضه الحيطان بيضه، دي برضه افضل. الابيض افضل طبعا. الابيض ميزته ان هو لو الارضيه بيضه والحيطان بيضه بياخد اقل نسبه مجهود اضاءه في الاوضه. اه طبعا. لما حضرتك تشوفي العربيات الحديثه بيحطوا فانوس صغير ولمبه صغيره قوي وحواليها عواكس كتير جدا جدا جدا، حاجات سيلفر كده مبطنه وحاجات كتير جوه الكشاف، يوم يدي اضاءه ابعد. هو هنا ما استغلش قوة الضوء، لا هو استغل الحفاظ عليه. ازاي؟ ان الضوء بيطلع من مصدره، لو قابل حاجات سودة بيروح يروح يروح يروح، لو قابل حاجات بيضاء ينعكس ينعكس يلم يتلم، لغاية ما يوصل زي فكرة الفايبر اوبتيك او الانبوبة اللي بتنقل النور. الانبوبة دي مدهونة سيلفر وابيض من جوه، الضوء يدخل فيها يطلع من الناحية التانية ضوء اعلى. بس ليه دكتور احيانا بتحس فعلا لو الاوضة الحيطان مدهونة بالوان هادية او داكنة شوية الواحد بيحس براحة في عينيه؟ ما هو ده راحة نفسية مش راحة للعين. العين ملهاش علاقة بالعين بالظبط، ملهاش علاقة بين فكرة ان العين فسيولوجيا بتشتغل بنسبة كام في المية، كسبة الاجهاد فيها قد ايه، ما يفرقش بقى في الراحة النفسية. اول ما انا اقعد في اوضة لونها بامبي في احمر في اخضر ابقى مرتاح نفسيا. انا بتكلم عن العين اخر اليوم، العين اللي هي ايه، انا بشتغل طول اليوم، اخر اليوم تعبان ولا مرتاح، على المدى الطويل بعد شهور وسنين انا عيني بقت مرتاحه ولا عيني مجهود فيها عالي وعليها لود عالي، ده يفرق كتير معايا. انما اللي بتتكلمي عليه حضرتك، اول ما اقعد في الاوضه اول خمس دقائق، الله ده انا مطمئن نفسيا ومنشرح قلبي علشان الالوان عجباني، دي فكره بتدي بهجه. في الوان تدي بهجه للنفس، وفي الوان تدي انغلاق للنفس. فاذا على حسب الواحد وطبيعته، دي قصه، والعين واجهادها قصه ثانيه. طب دكتور عصر التكنولوجيا دلوقتي والموبايلات اللي كلها بنستخدمها كتير، الايباد اللابتوب، ده بيأثر على وخاصة الناس جداً. اللي بتقعد كتير طول اليوم على الكمبيوتر، معظم شغلها على الكمبيوتر. حضرتك احنا بنقسم الشرايح، بنلاقي 30% بيقعدوا من البني ادمين بيقعدوا اكتر من 5-6 ساعات على الكمبيوتر، بعد كده نلاقي 60% برضو تانيين جوه ال 30% او ناس تانية بيقعدوا اكتر من 6 ساعات على التلفزيون. اذا احنا عندنا مشكلة التلفزيون يليها مشكلة الكمبيوتر والشاشات طبعاً. دول من المشاكل المؤثرة بشكل كبير جدا على العين. لما نيجي نتكلم على حتى الشاشات الحديثة دلوقتي يا دكتور، برغم ان هي فيها تطور كبير جدا، برضو بتعمل نفس اثار سلبية او مضاعفات زي انواع الفلاتر اللي بتتحط دلوقتي والانتي ريفليكشن وعاكسات الاضاءة ومقللات الاضاءة والبلازما وكل التكنولوجيا اللي نزلت، برضو مش بتاثر، هي نازله مش اصلا مش الهدف منها صحه العين. يعني مفيش شركه مثلا من الشركات بالظبط كده، هي الهدف منها، مفيش شركه موبايلات عمرها ولا شركه لابتوب ولا شركه تلفزيون
فكرت ان انا اعمل تلفزيون خاص بصحه العين، لا هو ما حصلش. هو كله بيتجه الى الابهار وشكل الشاشه وكميه الاضاءه تقل او تزيد نفسيا وخلافه. انما احنا نقدر نقول نصايح مفيده جدا للبني ادمين اللي بيتفرجوا، ونقول عليهم انت عندك تلفزيون وعندك كمبيوتر. بعد كده نتكلم على شاشات الموبايلات. التلفزيون حاجات بسيطه جدا لو عملتها هريح كميه كبيره جدا، هريح 50% من الاجهاد بتاع التلفزيون والجفاف بتاع التلفزيون. اول حاجه التلفزيون يبقى قدامي في مستوى العين يا تحت مستوى العين. لو حطيت التلفزيون فوق مستوى العين انا هنا بعمل اجهاد ازاي؟ العين معموله بطريقه لما تبص لفوق كده بتتشال فوق الجاذبيه الارضيه، الجفن الفوقاني بيطلع فوق الجاذبيه الارضيه، مجهود زياده على العين بالظبط. المجهود هنا اكتر بكتير جدا. الجفن الفوقاني مرفوع طول اليوم بمجموعه عضلات مش موجودين في التحتاني، التحتاني نازل لوحده واقف لوحده طبيعي، مجرد يعمل كده ويقفل بأي بسهوله. اذا الجفن الفوقاني بالعين نظرها تتقلب لفوق دي بتبذل طاقه قد 10 مرات غير لما تبص لتحت. لما انا اجي احط المستوى بتاع التلفزيون اعلى مستوى العين، اذا انا بحط العين انها تكون باصه المستوى فوق مستوى العين طول الوقت. لما انا اجي احط اطلب من العين انها تبص بالمستوى ده فترات طويله، انا ده بذلت مجهود مضاعف قد 10 مرات بالنسبه للعين من ان انا لو ببص لتحت. لذلك كانوا عاملين شاشات الكمبيوتر اللي كانت نازله فتره كده من الزمن، عاملين لوح الازاز وتحتيه شاشه الكمبيوتر. يمكن حضرتك شفتي الموضوع ده بره كتير. شاشه يعني لوح الازاز قدام الترابيزه عليها اللابتوب عليها الكيبورد والماوس وتحتيها الشاشه. اذا اللي واقف متلقي قاعد على الكمبيوتر بيبص طول اليوم من جوه الازاز، بيبص من جوه الازاز على الشاشه اللي لتحت، ده اريح 10 مرات ضعف عشر اللي فوق لو في نفس المستوى. بس لو في على نفس الزاويه على نفس مستوى العين دي برضو نفس ما لهاش اي مضاعفات. يعني انا لو نزلت زاويه 30 لتحت ابذل مجهود عشر اللي لو طلعت الزاويه 30 لفوق. اه طبعا، بس قصدي على مستوى العين دي بتبقى ما لهاش على مستوى العين متعادل مع العين ما فيهاش اي مشاكل. دي افضل يعني بتعتبر من افضل الحاجات. ليه؟ لان دي متاحه عندنا في البيوت. في البيوت عندنا دايما بيلاقي الحاجات ترابيزات عاليه وتنبليه كبيره ويحط التلفزيون فوقيها يقول لك عشان العين ما يخبطوش وعشان ما حدش يعمله والكلام ده كله، فده بيبقى مضر كتير جدا للعين. بيوت كتير لما ندخلها نلاقي التلفزيون فوق مستوى العين. قليل قوي لما البيوت تلاقي المكاتب اللي هي الطبيه اللي بتيجي، تلاقي لو المكتبه صغيره او كبيره تلاقي مكان التلفزيون تحت، لو تركزي فيه تلاقي درج او اتنين وفيه التلفزيون على طول. ما تلاقيش التلفزيون عالي بعد مجموعه ادراج وحاجات كتير. ده بالنسبه لمعظم الناس بيحطوا مكاتب. الاطفال او اي شخص عموما مش يعني مش بالتحديد الاطفال يبعد عن التلفزيون مسافه قد ايه؟ المسافه المخصصه المفروض 3 متر، ده الانكلودد يعني ايه؟ يعني نقول 3 متر ده الصحي ودي متوفره في معظم اوضنا، ما فيهاش اي مشكله في ال 3 متر. في اراء بتقول 4 متر بس احنا بنقول 3 متر علشان يبقى المتاح، لو اكتر من 3 مش متاح في معظم اوضنا. انما المشكله بتاعه المسافه بينه وبين الطفل وبين التلفزيون دي نقطه، والاضاءه ودرجتها ومستوى التلفزيون نقطه اهم. ازاي يعني الناس كلها بتركز على ان ما يقربش للتلفزيون، ما يقربش للتلفزيون، ما يقربش للتلفزيون، اه بس المستوى بتاع العين اهم من نقطه المسافه بين التلفزيون وبين العين. بس يعني بمعنى الاضاءه المفروض تبقى اتجاهها ايه بالنسبه للتلفزيون؟ اضاءه التلفزيون، التلفزيون لوحده مضيء، ما احطش انا اضاءه ثانيه معاه في الاوضه اعلى منه، دي اهم نقطه في الموضوع. معظم الناس ينور الاوضه على الاخر وينور التلفزيون على الاخر. تاني حاجه ما احطش الاضاءه يعني في مستوى عين، يعني الاضاءه قويه زي اقوى من التلفزيون. اقوى من التلفزيون انا مطلوب من العين انها تاخد اضاءه التلفزيون بسيطة كلها وتلغي الاضاءه التانية. دي نقطه. تاني نقطه ما يبقاش مستوى الاضاءه نفس موضوع الكتاب اللي كنا بنقوله من شويه، ما يبقاش مستوى الاضاءه مستوى مباشر داخل في مجال العين، يعني ما يبقاش فوق مع التلفزيون فوقيه على طول او مباشر في مجالي قدامي مع التلفزيون. يعني لما اجي ابص للتلفزيون اشوف الفانوس معاه، لازم يكون بره الفيد، يا فوق يا ورايا يا ورايا. وبالنسبة للكبار يا دكتور بتفرق برضو الموضوع الإضاءة أو بالنسبة اللي هو المسافة اللي يبعد عنها عن التلفزيون؟ كبار وصغيرين. هي الصغيرين عندنا مشكلة قوي كبيرة قوي دايما دلوقتي أكتر من التلفزيون في الكمبيوتر واللابتوب والقراية مع الطفل. لما الأم تسيب الطفل يقعد قدام اللابتوب أو الكمبيوتر بمسافة طويلة ويوطي على الكتاب بمسافة طويلة، الطفل هنا المفروض عندنا الترابيزة تبقى قدامه بينه وعينه وبين الكتاب اللي بيقرأ فيه أو الأيباد اللي بيبص فيه 45 سنتي. المفروض المسافه دي تحافظ عليها الام. لا، هو عندنا نلاقي الام بتسيب او الاب، دي ملحوظه مهمه قوي لازم يعرفوها في البيوت، ما تسيبيش الطفل بيوطي كده قوي على الكتاب ويقعد يقرا كده ويذاكر كده طول اليوم. حتى هو بيكتب بالظبط، بيكتب كده ويقرا كده. لا، ما تسيبيش المسافه دي. هو بيشوف، الطفل يقدر يشوف غير الكبار، يقدر يشوف على بعد 10 سم ويقدر يشوف على بعد 40 سم متوازي زي بعض. عنده حاجه اسمها اكوموديشن او تاقلم في العين، بتجيب مسافات زي الكاميرا الزوم. الكبار لا،
الكبار يرتاح اكتر في البعد، خصوصا في سن الـ40 ابتدي ابعد طبعا. الورقه ارتاح اكتر. انما الاطفال لما سيب، هو فاكر ان هو لما يقرب لمده 10 سم او 20 سم على الورقه او على اللابتوب او على الايباد هبتدي هشوف احسن او هحس ان انا مندمج احسن مع الصوره. لا، هو ده غلط، لازم نراعيه. دي بقى من اكتر الحاجات اللي بنلاقيها مؤثره على العين اكتر من التلفزيون. بتاثر ازاي بقى يا دكتور؟ يعني لما يقرب مثلا وهو بيكتب او لما يقرب وهو بيقرا، تاثيرها ايه على العين؟ دي تاثيرين مباشرين. اول حاجه بتعمل سبازم اوف اكوموديشن، يعني ايه؟ بتعمل العضلات اللي جوه العين، في عضلات قويه جدا جوه العين للطفل، بتعمل زي كاميرا الزوم. الزوم الكاميرا، مفيش كاميرا تقدر تصور على بعد 100 متر و10 متر في نفس الوقت، لازم تعمل زوم، تاخد تدي بعيد وتقوم مقربه قريب. حتى في اوتوماتيك زوم بيبعد ويقرب اوتوماتيك مع الاوبجكت لما او مع الجسم لما يقرب ويبعد. يبقى انا عندي العين فيها نفس الفكره دي، الفكره العضلات بتدي لغايه 12 دايوبتر او 12 درجه، وساعات 24 في بعض الاطفال، 24 درجه تكبير وتصغير في نسبه في العين بالنسبه للزوم بتاع الطفل. لما انا بقرب له الحاجه قوي انا بشغل له الزوم على اعلى ما يمكن، العين متوازيه متعادله، العضلات كلها مرتاحه على بعد متر. لو قربنا عن المتر العضلات تشتغل، تزود الزوم لغايه 40 سنتي الشغل بيبقى تلت. لما انا اقرب الحاجه على بغايه 20 سنتي عضلات العين كلها بتبقى شغاله على اعلى مستوى، فبالتالي بيبقى مجهود عالي على العين. عضلات جوه العين بتقلي تقلص عضله العين، تزود قوه العضله، قوه عدسه العين. قوه عدسه العين 18 دايوبتر او 18 قوه ابصار، 18 درجه عدسه تخنها، تخليها تبقى 30، تزيد 12 درجه وساعات 32. طب ده بيأثر على النظر يا دكتور؟ سواء النظر يضعف او يعني نظر او عينه يحصل لما لها لما تيجي يحصل السبازم اكوموديشن ده، يحصل استرين او يحصل لما يجي يحصل عضلات العين يحصل لها سبازم او شد عضلي في عضلات العين، مع الوقت يبتدي يحصل اجهاد شديد للعين وتعب للعين متكرر. ده يؤدي حاجه، يدخلي في قصر النظر. قصر النظر اللي هو حاجه بتيجي من تغير عدسه العين، انها تخلي الصوره تيجي قدام الشبكيه، بدل ما الصوره بتتكون على الشبكيه تيجي قدام الشبكيه. مع الوقت قوه العضله دي، انا الحاجه القريبه كده لما تقرب مني الصوره المفروض تطلع الاشعه منها تطلع مش متوازيه، فتتجمع في العين ورا الشبكيه، تقوم العضلات دي تشتغل تجيب الصوره على الشبكيه. الحاجه البعيده بتيجي طبيعي يعني على الشبكيه. الصوره لما بتتكون على الشبكيه، وده مش مكانها الطبيعي المفروض. المفروض مكانها على الطبيعي على الشبكيه بالظبط. ممكن تتكون قدام الشبكيه بقى اسمها قصر نظر، او ورا الشبكيه بقى اسمها طول نظر. يبتدي هنا يحصل ان الصوره تبتدي تتكون قدام الشبكيه، يحصل يخش الطفل في قصر النظر. قصر النظر اكتر اسبابه اللي هو النوع السيمبل، اللي هو العين اصلا ما عندهاش عيب اساسا. مش بنتكلم عن عين طبيعيه، لا عندها مرض جيني لقصر النظر، ولا عندها مرض وراثي، ولا عندها عيب خلقي في العين. نتيجه سلوكيات خطا بالظبط، نتيجه سلوكيات خطا او مجهود جامد في المذاكره. يبتدي يتكون للطفل مقاس نظاره ومقاسات صغيره مش كبيره، مع الوقت بتزيد. ولو حلينا المشكله، لو الطفل قاعد بطريقه طبيعيه وبعد الكتاب او ان هو بيكتب بالمسافه اللي هي ما تاثرش على العين، نظره ممكن يرجع مره ثانيه ولا هيفضل كده حياته؟ لو وصل لدرجه غير مرتجع، يعني لو وصل لكميه قصر نظر فوق الماينس واحد عاده ما بيرجعوش، لو وصل اقل عاده بيتحسن. اقل من ماينس واحد ممكن يتحسن. ده دي نقطه. تاني نقطه كمان، بنلاقي بتوع العمود الفقري وبتوع الرقبه بيشتكوا كتير جدا طبعًا من الموضوع ده. الطفل اللي بيقعد يوطي قوي على ما بيفردش ظهره، المفروض فده الظهر مع مكتب طوله مثلا 150 سم ارتفاعه عن الارض، والطفل قاعد على كرسي نوعا ما عالي شويه، بتدي المسافه اللي هي 45 سم اللي احنا قلنا عليها. لما تيجي الطفل يحط له مكتب عالي قوي وكرسي قصير، يقوم ملزق راسه في البتاع، او يسيبوه مثلا يذاكر على حاجه زي ترابيزه في الارض او طبليه او كلام من ده، يبتدي هو يقعد طبيعي، هيبتدي قعدته تبقى مش مظبوطه. اذا انا ابتدي ابص نمره واحد على المكتب عامل ازاي، ارتفاع الكرسي ايه، وانا بشتريه وانا بجيب الحاجه بتاعته مش مشكله لسعره. هو احنا بنتكلم في مسافات من الارض ومسافات قاعده، مش بنتكلم على حاجه غاليه او حاجه رخيصه. يبقى نيجي نوضب الموضوع ده بناء على سن الطفل وطوله. طب لو انا الطفل من 5 سنين ده كان كرسي وهو طول، لا لازم اغير له الوضع، لازم اغير له الكرسي، لازم اغير له المكتب، لازم اغير له الحاجه اللي بتذاكر عليها. يبقى اذا انا اخاطب افكر كويس في الاساسيات، ودي حاجه مهمه لاي شخص، مش شرط يكون متعلم تعليم عالي او تعليم بسيط، ان ابني في البيت ازاي اوفر له اريح مسافه مذاكره واريح وضع مذاكره لظهره ولمو. طب الناس او حتى اللي بيذاكروا لمده طويله يا دكتور وبيحسوا بعد كده ان عينيهم تعبت، المفروض يعني ايه؟ او حتى الناس اللي قاعده على المكاتب ويستخدموا الكمبيوتر واللابتوب لمده طويله، المفروض ان ايه هي المده اللي انا اقعد فيها
وبعد كده فيها التمارين معينة أن أقدر أريح عيني بيها؟ العين الطبيعية بتتأثر بحاجات. أول حاجة تكون العين أصلا طبيعية ما فيهاش حاجة. تاني حاجة يكون كمية النوم اللي بياخدها البني آدم فوق 8 ساعات، يعني ما يكونش بينامش، يعني في علاقة بين تعب العين بسرعة وبين النوم طول اليوم إيه، وفي علاقة مباشرة بين النوم بالنهار والسهر بالليل والنوم بالليل اللي بيقلبوا لهم النهار وبيقلبوا لهم. طب الاجزاء دي كلها لان ده مهمه جدا، يعني الوقت اللي بننام فيه والوقت اللي بنصحى فيه وعدد ساعات النوم اللي احنا بننامها. العين بتستفيد من نوم الليل اكتر من نوم النهار، بيحصل اجهاد عين على طول في الناس اللي هم حتى لو ناموا كويس، اللي هم الناس اللي بيشتغلوا شفتات ليليه او عساكر المرور او اللي هم بيسهروا طول الليل وبيناموا في النهار، يجوا دول بعد سنين وسنه واثنين وثلاثه على المنوال ده يجي بشكاوي في العين معينه اساسها الاجهاد. اجهاد العين مع انه هو ما بيقعدش كتير جدا قدام الكمبيوتر ولا بيقعد ساعه او اثنين قدام التلفزيون او بيشتغل الشغل العادي وحياته طبيعيه، هو مشكلته ايه؟ مجرد ان هو اخل في مواعيد النوم وبينام كويس بالنهار، بينام 7-8 ساعات في النهار. لا هو هنا اخل بالمسافه بتاعه الهرمون بتاع الليل والهرمون بتاع النهار، ودي قصه فسيولوجيه في الجسم. أيوة بتتاثر بيها العين جامده جدا. يبقى اذا نوم الليل مهم جدا، دي اول حاجه. بعد كده مده النوم تكون فوق 8 ساعات افضل، لو حتى من 6 تراكمي هتبقى مفيش مشاكل، لمده متوسط 6 ساعات في اليوم ما بيبقاش فيها مشاكل، يبقى دي تاني حاجه بتتاثر بيها العين. ثالث حاجه بقى تيجي نقول بتاثر قدام العين مسافه القعده قدام الكمبيوتر قد ايه. لو الوضع طبيعي بتاع القعده بمشوار الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر في وضع طبيعي بيني وبين العين وبيني 45 سنتي والمسافه، والمفروض بنقول كمان بعض التقارير بتاعه الدبليو اتش او بتقول متر، يعني يحط الكيبورد قدامه ويحط الشاشه على بعد متر من عينه، بس وجدنا ان متر دي فيها شو نوع من الصعوبه في قرايه البيانات على الكمبيوتر والداتا والكلام ده كله، فقلنا طب نكتفي ب 70 سنتي ثم خليناها 50 سنتي، ولما عملنا وصلنا ل 45 سنتي. 45 سنتي مش اقل من كده ابدا. ليه؟ لما اتعمل احصائيات كتير لقوا لا جوه ال 45 سنتي بيحصل اجهاد عين بنسب كبيره، بينما فوق ال 70 سنتي عند ال 70 سنتي بتبقى نسب اقل قوي. فلما يجي يحافظ على المسافه، يحافظ على وضع الشاشه تبقى تحت، وهو بني ادم طبيعي اصلا بنقول 8 ساعات يقدر يقعد 8 ساعات بدون مشاكل، العين بتتحملهم بدون مشاكل. لو هو طبيعي ما عندوش امراض في عينيه، ما عندوش مشاكل، المسافه مظبوطه، النوم بالنهار والليل مظبوط، بياخد قسطه في النوم كويس. نيجي نقول طب 8 ساعات دول في حاجات ننصحها؟ في حاجات كتير نقدر ننصحها جوه ال 8 ساعات دول برضو تطولهم اكتر من 8 ساعات. ان انا لما بين كل ساعه وساعه اخد شيفت ريست 10 دقائق، ما اقعدش انا البلوك بتاعي اللي انا بقعده قدام الكمبيوتر متواصل، انا بشتغل على شاشه كمبيوتر في شغل، اقوم اكلم حد، اعمل شيء، اعمل اي حاجه، دقيقتين 5 دقائق كل ايه، كل نص ساعه او 10 دقائق كل ساعه. ما فيش حاجات معينه يا دكتور يعني اغمض عيني اريحها لفتره معينه، ان انا حتى لو 5 دقائق او دقيقتين، يعني هل في تمارين معينه للعين برضو ان اقدر احمي بيها عيني من ان هي يحصل لها مجهود؟ التمارين مهمه قوي في العين ده، في نقطه تانية مش الاسترين او الاجهاد، نقطه الجفاف. الكمبيوتر بيعمل حاجات كتير منها الجفاف، الكمبيوتر والتلفزيون كمان بيسبب جفاف، والقرايه كتير بتعمل جفاف لما تيجي. ليه؟ لان الانشغال بالكمبيوتر، الكمبيوتر والالعاب البلاي ستيشن لقيناها انها العاب الكمبيوتر بالذات في الاطفال بتستغرق تركيز واجهاد نفسي وعصبي من الطفل، بتاخد مخه كليا تقريبا، بيركز فيها جدا لدرجه ان البني ادم الطبيعي بيرمش رمش 16 رمشه في الدقيقه، ده متوسط، وفي 14 و13 رمشه في الدقيقه. الطفل اللي بيقعد يلعب على البلاي ستيشن بيرمش من 2 ل3 رمشات في الدقيقه، يعني عينيه بتنسى ترمش الرمشه اللي المخ، اللي هي الحاجه الطبيعيه اللي المخ بيجيبها طبيعي من غير ما الانسان يفكر فيها. ما بتحصلش الرمشه دي، مهمه جدا لتوزيع طبقه الدموع حول سطح القرنيه والعين وغسيل العين. لما تقل ويقعد بقى على فترات طويله وايام طويله وسنين يبتدي يحصل جفاف كامل في العين، دي مشكله الجفاف، بتيجي من الكمبيوتر عن هذا ده التكنيك، ده الميكانيزم بتاع الجفاف في العين. ده الاساس، مش زي ما كان بيقولوا زمان ده في اشعاع بيطلع وبيعمل جفاف، ولما وجدنا حالات جفاف مع الكمبيوتر. إذن لكن هي بتبقى نتيجة إن الشخص مركز لمدة طويلة بعينيه. بالظبط، نسبة الانفعال، نسبة الايموشنال ستيت أو الحالة العاطفية والعصبية عالية جدا مع الألعاب الكمبيوتر، نسبة التركيز فوق الخيال أكتر بكتير جدا، لقوها أكتر 4 أضعافا من تركيزه في قراية أو كتاب أو مذاكرة أو خلافه. العاب الكمبيوتر المتقدمه اللي هي الالعاب المتناول اللي هي اللي فيها ادفانس وفيها حاجات كتير قوي، في حاجات بتخش فيها وفيها تركيز عالي قوي، اللي هي الالعاب الكبيره اللي هي الساعه الجيه بتاعتها عاليه، الالعاب دي كلها بتستهلك الطفل، معظم الاطفال بيلعبوا الالعاب دي بتستهلك طيب عليها وقت طويل جدا. بالظبط، بيقعد عليها فترات طويله. اذا انا عندي مشكله في الصيف في الاجازه اكبر مشكله الدراسه،
ودي بتبقى مشكله كبيره جدا. بالظبط كده. طب عشان نتخلص يعني الجفاف دي مشكله فعلا الناس بتعاني منها كتير سواء صغيرين او كبار، المفروض ان احنا نبتعد بقى عن الاسباب. بالظبط. انا اغسل وشي بميه ساقعه كتير، اغسل وشي بميه الحنفيه كتير لما كنا بنقول في ميه اول حاجه اللي هي مع الوضوء مع الصلاه مع دي اول نقطه. ممكن انا لو حسيت باي مجهود او اعراض او اجيب اي قطره مرطبه، في قطرات بتتباع في الصيدليه دموع طبيعيه تيرز ناتشر او اي نوع طبيعي، دموع اي قطره دموع طبيعيه بتتباع عادي في الصيدليه، اقدر احطها كذا مره في اليوم. بعد كده اعمل مساج للغدد الدمعيه والغدد الدهنيه في الجفون، تدليك خلفي وتحت مرتين ثلاثه في اليوم، كل ده ينشط للغدد اللي بتفرز ميه وبتفرز دهون في العين. الحاجات دي حاجات بسيطه اقدر اعملها لو انا بقعد كتير قدام الكمبيوتر. بس اهتمام بالميه كتير، زائد لو نقطه بسيطه قوي بس مجرد اشيل عيني من على الكمبيوتر شويه. لو انا خدت فتره لو قعدت فتره طويله اشيل عيني لمده قد ايه عشان اريحها؟ افضل اغمض وافتح في عينيا ولا مجرد مش شرط يعني هي مجرد ان الـ 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 العين بس تساب. هي الفكره في الجفاف بيتولد على ساعات طويله على ايام وسنين، صح، ما بيتولدش في يوم واثنين. فاذا انا مجرد بس ان انا اقعد ساعه اشيل عيني 10 دقائق اعمل اي حاجه وارجع تاني للشاشه بعد ساعه، ده شغل. في ناس بيشتغلوا قدام الشاشه وبالتالي متواصل انه هيقعد، ما فيش مكنه بدنا شغاله على طول. المكياج يا دكتور، المكياج دي ممكن يبقى ليه اضرار كتيره جدا على العين، ايه هي الطريقه الصحيحه لاستخدام المكياج؟ وخاصه ان في بعض السيدات تستخدم المكياج بطبيعه عملها ان هي لازم تفضل بمكياج في مده طويله. حضرتك المكياج سواء الباودر، الاي لاينر، الماسكاره، الشادو، جميع الاقلام، جميع انواع الكحل، جميع الحاجات اللي بتحط كلها حوالين العين، كلها لما جينا نلاقي اضرارها ايه؟ اضرارها بتحصل في الغسيل في معظم الحالات وليس في الوضع. يعني ايه؟ الاضرار مباشره ان بودر المكياج يعني حتى لو انا قعدت بمكياج مده طويله خاصه حوالين العين ده ملوش اضرار، بس لازم التزم ان هي انواع معينه واثقه ان هي ما تسببش اي هي مشاكل. لما نيجي نقول ترند نيم ولا وان براند نيم ولا مش عارف ايه ولا أيوة ايه ولا ايه، وناس يقولي لي النوع ده اصله هو نوع ده ما بيسببش او نوع ده بيسبب او صح. الفروقات هنا بسيطه يعني ما لقيناش حاجه بتقول ان في ماركه بتعمل عن ماركه او غيره. لا، هي الفروقات مش عاليه، هي دي نقطه. بس النقطه الاهم من كل في موضوع المكياج اللي فعلا هي دي المؤثره، طريقه غسيل المكياج. ليه؟ وضع المكياج لما بيحطوا الماسكاره بيدوروها من جوه لبره، بتنطر لبره. وضع الاي لاينر محدش دايما في ناس بيحطوا بيوصل لجوه العين، بس دايما بيحطوا بره. الكحل بانواعه، الشادو بانواعه، بيحطوه بتاعه بيغمضوا العين كويس. كل ده ما فيهوش مشاكل. المشكله بتحصل دايما والالتهابات والمشاكل اللي بنشوفها دايما لما بتيجي الواحده من دول تغسل المكياج. بتغسله ازاي؟ تجيب ميه وصابون وتقوم دعك العين ومفتحها عينيها. ازاله المكياج بيدوب المساحيق دي كلها البودر مع بعضيها ويدوبوا في الميه اللي بتغسل او بيدوبوا في الماده اللي بتغسل دي، بتقوم داخله دي وبتنفس السوائل، بتنفس بسرعه جدا حوالين العين. لما انا اجيب احط بودره دي ماده صلبه، لما اجي احطها كونها توصل للعين بنسبه ما دي قليله، انما لو انا بشيلها بتدوب الماده الصلبه في الميه اللي بشيل بيها وتقوم نقطه الميه داخله جوه العين. طب ايه هي الطريقه الصحيه لازاله المكياج بدون ما تسبب اي مشاكل للعين؟ الازاله يفضل المزيلات البيوميديك اللي هي الحيويه اللي نازله جديد، اللي هي لو دخلت جوه العين تبقى فيهاش مشاكل. في مزيلات وبلاش نقول اسماء في السوق، لا بلاش، بتتحط في قطن وحاجات بتتباع بتزيل المكياج، بتزيل ازاله عاليه جدا بدون اي مشاكل للعين، بدون، وهي الماده دي لو دخلت في العين يبقى فيهاش مشكله. دي اول مشكلة. حاجه. تاني حاجه، لما اجي امسح في الازاله اغمض العين وابص لتحت الرموش لتحت وامسح في اتجاه واحد من فوق لتحت. لما اجي انا امسح من فوق لتحت، اتجاه ده اتجاه خروج الحاجه من العين. لو قلبت الحاجه العكس بس دي المنطقه العلويه في العين، لو تحت في مكياج ان احنا انا نفس عايزه الطريقه برضو، ما انا هغمض هاخدها من تحت من فوق لتحت برضو، من فوق لتحت برضو. اذا من فوق لتحت، اي لو انا اتجهت بالحاجه من فوق لتحت اي حاجه جوه العين تطلع، لو رمش جوه العين يطلع. العكس لو انا قلبت عيني لفوق ومسحت عيني من تحت لفوق او من جوه العين، ده العكس، ده اتجاه دخول الحاجه جوه العين، يعني اتجاه دخول السوائل جوه العين من الاسفل او من الجناب او من الجناب. انما العلوي لا، ده اتجاه خروج العين، مجهزه بنظام خروج ونظام دخول. يبقى انا ابتدي انظف من فوق لتحت، دي اول حاجه. تاني حاجه اجيب الحاجات دي افضل حاجه. طب لو مش متوفره بس سريع يا دكتور عشان وقتنا خلص، اتفضل. لو مش متوفره الحاجات دي بلاش المواد الكيماويه اللي هي مزيله، اللي هي بتعتمد على المزيلات الكيماويه اللي هي اصلا مشتقات البنزين والاستر وخلافه. دي بلاش منها، بتؤدي لمشاكل ومضاعفات في العين. بالظبط، يا اما الميه.
دكتور حازم بشكرك لوجودك معانا وشرفتنا. انا اسعد بيك والله يا فندم، سعدنا بيك جدا جدا. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها، استنونا كل يوم الساعه 2 ل 3 موضوع جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.